لونكل اللي حطوا لنا اخويا امينيم غتجيبو والله ما غيخرجها. ايش الفوبيا ديال الباك؟ بزاف امشي بزاف والعربيه شحراني انا يعني في الصباح بزاف بزاف. المهم لونكل خدمنا فيها بعد شويه وباقي غدا الفلسفه وصافي يكون خير ان شاء الله. حنا جايين اصلا على قبل تيتي الساعه ما كاين لا تيتي لا والو. ما درت والو اختي جيك الصراحه اختي ضروري اختي راه الباك اختي داير اللي اهميه بزاف في المغرب صحاب هو شي حاجه اللي مع شنو ولكن هو الصراحه هو راس الخيط فهمتي. كاين اختي اللي ما يمكنوش اختي يشد الباك اللي كاين اختي اللي ما عندوش والدي يدوزوا ليه السوايع كاين اللي طراو ليه شحال من مشكل فهمتي. واختي نتمناو اختي كاع ولاد الشعب وكاملين اختي ننجحوا. كانت شويه نخفوا معاكم شويه الغش؟ لا اختي لا الصراحه جيت انا اختي في الطاوله الاولى اختي فهمتي انا زهره اختي عارفه كيفاش داير. لا اختي ما والاستاذ اختي واقفه اللي دايره فيها في الاخر يضحك لي وتقول لي ان شاء الله يكون خير. شتي شي واحدين كيغشوا كاين شي كاين كيتين دايرين الكيت والله يعاونهم اخوك هكاك كانت النقل ولكن هما ما خلاوناش نقلوا علاش لو علاش خلاها الساب لطفي كل شيء يكمل واللي راجل راجل اللي جاب النقله كينقل انا ما جبتهاش انا ما جبتهاش اما اللي جايبه راه كينقل بالصغير والتليفونات لا حاجه باينه. والديك قالوا لك الا نجحتي شنو غيعطيوك؟ قالت له دابا غنمشي لتركيا الصيف تما دابا شنو المهم عندنا انا ما غير والو باغي نفرح الوالده فهمتيني ارضاه وبغشي وباغيين يشوفونها مزيان صافي هادشي اللي كاين حتى شي حاجه. ديك شنو غيعطيوك الا نجحتي؟ ديك الساعه حاجه اخرى ديك هضره اخرى شنو غيعطيوك؟ زوجوها قالت لك ماما وعدنا ندير حفله كبيره ودقيقية وليش مو هديني والو والو المهم نجح وصافي فهمتي. المهم غتشدي الباك وصافي. كاين شي زردة؟ كاين مرحبا بكم.